السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصري. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتحدث عن الطرق المتبعة لعلاج مرض السكري بشكل نهائي. تقريبا في طريقتين معروفات لعلاج مرض السكري بشكل نهائي، أيضا في ادعاءات وعلاجات سحرية تدعي أنها بتعالج مرض السكري بشكل نهائي ما لها أساس من الصحة. أيضا في بعض الطرق العلاجية لا زالت تحت التجربة. فبالنسبة للطريقة الأولى لعلاج مرض السكري، واللي بتكون فعالة جدا في علاج سكر النمط الثاني الغير معتمد على الأنسولين، واللي من أشهر الأسباب اللي بتؤدي للإصابة به اللي هو السمنة والبدانة، العلاج راح يكون عن طريق قص المعدة وتوصيلها بنهاية الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. أيضا هاي الطريقة ممكن تعالج سكر النمط الأول أو تقلل بشكل كبير الاعتماد على الأنسولين. وبالنسبة للطريقة الثانية لعلاج مرض السكري والمخصصة لسكري النمط الأول المعتمد على الأنسولين اللي بيصيب الأطفال واللي بيؤدي لتدمير خلايا بيتا الموجودة بالبنكرياس، فممكن علاجه عن طريق زراعة بنكرياس أو من خلال زراعة الخلايا الجذعية داخل البنكرياس. الخلايا الجذعية إذا تم زراعتها بالبنكرياس راح تتحول لخلايا بيتا المنتجة للأنسولين. وهاي طبعا صورة توضيحية للطريقة الأولى. طبعا زي ما انتم شايفين بالصورة بتبين الطريقة الأولى اللي بتم فيها قص جزء كبير من المعدة، والخطوة الثانية بتم إيصال الجزء المتبقي بالمعدة نهاية الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. بتم يعني استبعاد الاثني عشر والصائم. طبعا بالمكان الواضح قدامكم هون بالصورة بالاثني عشر تنزل إفرازات الكبد والبنكرياس والمرارة، العصارات الهضمية بتظلها موجودة. هاي طبعا صورة هون بتبين إفرازات المرارة والبنكرياس وفي كمان الكبد، كل الإفرازات بتصب بالاثني عشر. الطريقة هاي مناسبة جدا لمرضى السكري اللي عندهم بدانة، أيضا ممكن استخدامها لمرضى السكري اللي عندهم بدانة متوسطة أو قليلة. وهاي الطريقة قللت من نسبة الوفيات عند الأشخاص اللي عندهم بدانة بنسبة 40%. أيضا هاي الطريقة بتشفي من مرض السكري خلال 10 أيام، مش حتى الشخص يتم تنزيل وزنه بشكل كبير، لأنه يعتقد بوجود هرمونات موجودة بالجزء المقصوص من المعدة تعمل على جعل الخلايا ما تستجيب للأنسولين، فبقص هذا الجزء بتنتهي مشكلة السكري. وهاي الطريقة مناسبة جدا لمرضى سكر النمط الثاني وخصوصا لأشخاص البدناء. أيضا ممكن تشفي الأشخاص المصابين بسكر النمط الأول أو تقلل حاجتهم للأنسولين بشكل كبير. وبالنسبة للطريقة الثانية المخصصة بالدرجة الأولى لسكر النمط الأول اللي بيكون عندهم البنكرياس مدمر، خلايا بيتا الموجودة بالبنكرياس مدمرة، فبتم من خلال هاي الطريقة زراعة بنكرياس جديد. ومن خلال زراعة البنكرياس المريض بيشفى تماما من مرض السكري. أيضا ممكن عمل هاي الطريقة من خلال زراعة الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية أي مكان بتنحط فيه بتتحول لنفس الخلايا، فإذا انحطت بالخلايا العصبية بتتحول لخلايا عصبية، إذا انحطت مثلا بخلايا كرات الدم الحمراء بتتحول لخلايا كرات الدم الحمراء. أيضا الخلايا الجذعية إذا وضعت بخلايا بيتا الموجودة بالبنكرياس بتتحول لخلايا بيتا منتجة للأنسولين. لكن هاي الطريقة ما زالت تحت التجربة، ويعتقد بأنه بوقت قريب جدا راح يتم تجربتها على البشر. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بكيفية علاج مرض السكري بشكل نهائي. وإذا أي حدا عنده سكري أو بيعرف شخص عنده سكري وعمل أحد الطرق اللي ذكرناها، إما عمليات قص المعدة أو زراعة بنكرياس أو زراعة خلايا جذعية، يا ريت يكتب لنا تعليقه ورأيه وتجربته أسفل الفيديو حتى يستفيد منه الآخرين. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة. نتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.